شهر النصر والتمكين، يعد شهر رمضان المبارك بحق شهر الفتوحات والانتصارات الإسلامية العظيمة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصاً على أن تكون أغلب الغزوات التي قادها في شهر رمضان المبارك، فقد أراد صلى الله عليه وسلم تعليم أمته احتمال الشدائد واجتماع مجاهدة النفس ومجاهدة الأعداء لتكلل كل الغزوات والمعارك في شهر رمضان المبارك بالانتصار والفوز بنصر مبين من الخالق سبحانه وتعالى. فأول الجهاد كان غزوة بدر الأولى في رمضان، فكان يوم الفرقان الذي فرق الله سبحانه فيه بين الحق والباطل كان يوم الجمعة في 17 من رمضان من العام الثاني للهجرة. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وبعد 6 أعوام من بدر جاء نصر الله والفتح، وكان ذلك يوم فتح مكة في 20 من رمضان في العام 8 للهجرة. وفي 9 من الهجرة في رمضان كانت عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك المظفرة، وتعد معركة القادسية على ضفة نهر الفرات من أبرز المعارك التي انتصر فيها المسلمون على الفرس انتصاراً مؤزراً بقيادة الصحابي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في شهر رمضان المبارك في 15 للهجرة. أما فتح بلاد الأندلس فكان في رمضان عام 92 للهجرة بقيادة طارق بن زياد. ومن أعظم الفتوحات الإسلامية الرمضانية فتح عمورية، فقد صرخت امرأة مسلمة فيها أهينت ونزع حجابها على يد أحد جنود الرومان، فحركت هذه الاستغاثة نخوة الخليفة العباسي المعتصم بالله، فلبى نداءها وانتصر لكرامتها بجيش ضخم من 150,000 جندي إلى مدينتها، وفتحها في 17 من رمضان عام 223 للهجرة. ومعركة عين جالوت في فلسطين أرض الإسراء والمعراج، هذه المعركة الفاصلة التي قادها سيف الدين قطز هزت الأرض وأنقذت الإسلام والمسلمين وغيرت موازين القوى في ذلك الزمان. وقعت أحداثها في يوم الجمعة في 25 من رمضان عام 685 للهجرة. هكذا يمد شهر رمضان الصائمين بمقومات النصر ويدربهم عليها في كل عام ليكونوا كما أرادهم الله منتصرين. ولقد استفاد الجيل الأول من نفحات رمضان وتدريباته العملية، فتحقق لهم النصر الموعود في كل الميادين. وحري بالأمة اليوم وهي تعاني آلاما عميقة وجراحا غائرة ومصائب فادحة أن تؤهل جيل نصرها المنشود على هذه القواعد الرمضانية في النصر والتمكين يقينا وتطبيقا وليس شعارا وتزييفا.